السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم فكرة مشروع مصغر، فكرة مشروع مصغر بقماش شبيكة أو عش خلية النحل. هاو شوف يجيو شابين، اللي فات انت الصابون، هذه كياسة انت تستعملوا بها الصابون، تقدروا تخدموها. راكم شايفين القماش تاعنا تاع الشبيكة، عندنا في الذهبي وعندنا في الفضي وعندنا في السامبل. هاي شوف كاين في الابيض، اللون الابيض، وكاين اللون الاسود. هما خدمت، كاين اللي يبغي في هذا القماش وكاين اللي يبغي في هذا السامبل، اللي ماشي ما جايش ذهبي وفضي، جاي كاين اسود وكاين ابيض. هيا شوفوا خدمت هادو موليهم بغاوهم بهذا القماش. نتوما تقدروا تخدموا بهذا، تقدروا تخدموا بهذا، هذا الاختيار ليكم نتوما. المهم نعطيكم الطريقه تاعهم سهله ومشروع ناجح ان شاء الله. هيا شوفوا يجيو شابين، يجيو روعه، ويطلقوا حتى الصابون فيهم، الصابون بزاف يطلقوا الصابون، كي ديروا الصابون يطلق لكم بزاف. ها شوف هنا يجيو ما شاء الله. خدمت هادو، نوريكم الطريقه تاعهم سهله. هيا هنا نخدم لكم، بغيت ندير لكم في اللون الابيض باش تبان لكم. تحتاجوا القماش تاع الشبيكه، وتحتاجوا لواط، وتحتاجوا الفينه اي نوع يكون عندكم تاع الفينه تخدموا به. هيا شوفوا، بغيت تبغيو عاود تخلطوا الالوان تقدروا، تبغيو ديروا غير الابيض تقدروا تخدموا في الابيض، وتسحقوا هاد الكويرات هادو عاود تحتاجوهم، تقدروا تشريوهم، راهم ينباعوا، يعطيك 10000 يعطيكم 5000 يعطيكم شحال ما بغيتوا. والقماش تاعنا تاع الشبيكة راه يدير 12000 المتر، متر يخرج لكم 10 تاع الكياسات تاع الصابون. هاي والفينا، الفينا عاود ماشي غاليه بزاف، الفينا 10000 بالك المتر ولا اقل، ماشي فينا عاود ما تجيش غاليه بزاف. المهم نعطيكم انا الطريقه وانتم تطبقوه. نعطيكم الطريقه شحال فيها عرض، العرض هنا نعطيكم العرض نتاع العبر نتاع الكياس نتاعكم كي تخدموه، 30 سنتيم تاع العرض، والطول 34 سنتيم، كل قطعة ديروا فيها هاد العبر. نخدموا بهاد الطريقة. شوف هيا الفينة وها هي الشبيكة، هيا الشبيكة تحطوها فوق في الوسط، جيبوا الفين. هيا هنا نجيبوا لواط نتاعنا، هو تحطوه هنا، نحطو لواط، نحطو الفينة وتولي وتحطو الشبيكة وتولي وتحطو الفينة وتولي وتحطو لواط، وديرو هنا خياط. هنا نمشي نخيط في الماشينة ونوريكم كيش نقلبو. هاي شوفو هاني خيط، هنا نقصص الزيادة، تقصو اللي يكون عندكم تقصو. هاني قصصت زياده، نجيو بهذه الطريقه، شوفوا نجيو نقلبوا الفينه نتاعنا. هاني قلبت الفينه، تبقى لي هنا، شوف هاي تبقى لي الفينه وتبقى لي الشبيكه، قماش تاع الشبيكه. هنا في الماشينه نزيد خياطه، هنا نمشي الماكينه نتاع الخياطه وندير خياطه من الفوق، هنايا تخيطوا من الفوق ونزيدوا نكملوا الطريقه. هيا درت خياطه، هنا درت الخياطه الثانيه، هنا كيش ديروا، هنا نزيدوا نكملوا الطريقه نتاعنا نتاع الخياطه نتاع الكياسه نتاعنا نتاع الحمام. هاشوف نجيبوا الايبانغ، نجيب الايبانغ ونقبض بهذه الطريقه باش كي نقبض بالليل كي نتراسي الطباشير ما يبقاش. هاشوف نقبض، نجيبو الطباشير تاعنا، هاو الطبشور باش نتراسي، جيو تراسيو باش ديرو هاد باش تخيطو خياط. شوف ندير هاك، غير تراسيو أي طريقة تناسبكم، الطريقة اللي تقدرو تراسيو بها تراسيو بها. ها شوف، نتمنى تكونو تشوفو التراساج، هاو تراسيت، هنا ندير خياط، هادي ندور عليها خياطه. واش ندير؟ ندير هاد هادو، نديرو هاد البونبونات فين ديروهم؟ ديروهم هنا، ديروهم قبل ما تخيطو. تبغيو ديرو اكثر تقدروا، شحال ما تبغيو ديرو هذاك الاختيار ليكم نتوما. شوفوا
هادو عاود يطلقوا الرغوان تاع الصابون. هاي مشينا ونخيط هادي، نخيط هنا بهذه الطريقه، نخيط انا نخيطها ونولي. خيطت هاي، خيطت بهذه الطريقه، شوف خياطه درت، قلت لكم خياطه بهذه الطريقه. هاي هنا نقلع الايبان، ها هو الايبان، ها هما البومب، هادو الكويرات البومبونات اللي درتهم، ها هما هنا. قلت لكم تقدروا ديروا شحال ما تبغيو ديروا، ديروا الاختيار لكم. درك واش ديروا، تقلبوا الكياسه تاعكم وتخيطوها بهذه الطريقه. هاي شوف هنا، وانتوما العبر ليكم على حسب شنو ما تبغيو ديروها ديروها، المهم ديروها نتوما تجيكم على حسب يديكم. هاي شوفوا هنا نخيط، ندير خياطه هنا ونولي ندرف الكياسه نتاعي، ندرفها بالزيكزاك او بالسورجي، تقدروا تضرفوها. المهم قبل هنا تخيطوا خياطه هنا باش نقبض لكم، عاد وتوليو تقلبوا وتخيطوا. نخيط خياطه هنا ونولي نقلب ونخيط وندرف الكياسه نتاعي. خيطتها، هاي خيطتها بهذه الطريقه، درت لها خياطه. هنا نقلع الزياده، قلت لكم العرض على حساب شنو ما تبغيو ديروها ديروه. هذا نقلعه، ها هي ضربتها كاع. هنا قلت لكم اللي عندها زيكزاك دير زيكزاك، واللي ما عندهاش واللي عندها سورجي دير سورجي، اي حاجه عندكم خدموا بها. ها شوف تجي شابه الكياسه نتاعنا، كملت الكياسه نتاعي فينيتها. ها هي تقدروا قلت لكم تفينيوها بالسورجي او بالزيكزاك، ها هي. وتقدروا ميم حتى اللي ما عندكم لا سورجي لا زيكزاك تقدروا تضرفوه، تقدروا نتوما روحكم تضرفوها بالمقص. هيا شوفوا، هاي النتيجه نتاعها، النتيجه نتاعها قلت لكم تجي شاب، تجي ما شاء الله. تشريو لاوات، تشريو الفينا، وتشريو القماش تاع الشبكه، تبيعوا البيع، تبيعوا 10000 الوحده، وتشريو هاد البونبونات 10000 الوحده، عندكم فيها فايده. قلت لكم متر نتاع الشبيكه يخرج لكم 10 نتاع الكياسات، هي 12000 المتر. هيا كملتها، شوفوا النتيجه نتاعها جات، تجي شابه، تجي ما شاء الله. تقدروا الا بدرت بغيتوش ديروا هاد البونبونات هنا، تقدروا ديروهم تحت الفينا، تقدروا ديروهم في، درتهم انا اختاريت درتهم هنايا. هاد الفكره شتها عجبتني، راهم دايرينها مشاريع عجبتني، قلت ندير لكم ديروا بها مشروع. ها شوف هاي الكياسه نتاعنا جات روعه، وكيما نقولوا المشروع نتاعها اقل تكلفه، ماشي غاليه بزاف، اللقامه نتاعها ماشي غاليه بزاف. هذه تجي شويه، هذه شوف تجي شويه حرشه، ما تجيش رطبه كيما هذه، هذه تجي احسن رطبه. لكن كاين اللي بغاو لي هذه، كاين بزاف اللي بغاو هاد، كيما نقولوا هاد القماش تاع الشبكه، كاين اللي بغاو هذا وكاين اللي يبغيو هذا، الاختيار كل واحد واش يقول لك خدمي. انا خدمت، قالوا لي خدمي لنا هذه، خدمت هادو وكاين هادو عاود خدمت بهذه الطريقه. المهم انا عطيتكم الفكره، وانتوما شوفوا كيش تخدموا، الاختيار لكم، ديروا هذا القماش او ديروا هذا القماش، وإلا تنوعوا نوعوا شوفوا بالك يتمشاو لكم. هنا نعطيكم فكره على لواط، شوفوا لواط كي تخدموا به، لواط تقسموا، جيبوا لواط كاين اللي يجي غليظ وكاين اللي يجي كل، كاين مويا وكاين المتوسط، كاين لواط ثلاثه تاع الانواع، كل واحد وكيش يجي. هاي شوف تقسموه، تحلوه في الوسط، ما ديروهش كاع الغلط نتاعها، تحلوه وتخدموا به الكياسه نتاعكم. هذه هي النتيجه النهائيه نتاع الكياسه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره، وإلا عجبتكم ما تنساوش البارطاج، وما تنساوش واللي ماشي مشتركين اللي يزوروا قناتنا المره الاولى يشتركوا معنا في القناه ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد. مع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.